معانا سجق بلدي، مكرونه سباكيتي، انواع جبن انت حباها، ممكن تكون موزاريلا، ممكن تكون شيدر، ممكن تكون بارميزان حسب الرغبه. تعالوا نشوفوا ما نعمل مع بعض ازاي النجريسكو. دايما يقولك في المطاعم النجريسكو يعني نجريسكو بالدجاج. طب ينفع نعملها بالسجق؟ نجرب مع بعض. ينفع نعملها بالجمبري؟ نجرب مع بعض. لا ما ينفعش باللحمه المفرومه، تبقى مكرونه بشاميل. النجريسكو يا اما بالجمبري يا اما بالدجاج التشيكن، يعني التشيكن نجريسكو ده المسمى الخواجاتي بتاعها. يا اما انا هعملها النهارده بالسجق كده هديه مني للاطفال الحلوين. سجق بلدي وسباكيتي معانا وانواع من الجبن وزعتر وبشاميل. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه مع فرسان التلفزيون المصري تتحدث عن نفسها. وجيبوا لي شويه زبده يا شباب، حلو قوي. تعالوا شوف بنعملها مع بعض ازاي. مدرسه تسلق المكرونه بتقول ايه؟ ميه مغليه على النار يحتويها زيت زيتون مع قليل من الملح. حلو قوي. ماء مغلي، زيت زيتون، وشويه ملح. بتلاقي على طول اول ما بتحط الملح على الميه تلاقي الميه زادت في الايه؟ في الغليان. سبحان الله. هناخد المكرونه السباكيتي بتاعتنا دي كده، وخلي بالك ان جريسكو ما ينفعش ان انا اكسر المكرونه خالص فيها بالشكل ده، تنزل في قلب الايه؟ الميه. زي الفل. ونسيب المكرونه تتسلق. البشاميل بتاعنا اخباره ايه؟ طبعا انا عملت البشاميل بصراحه يعني لان انتوا شطار فيه، ولكن بتسالوني دايما على السوشيال ميديا البشاميل بيبقى خفيف وتقيل. لو انا عامل بشاميل لنجريسكو يفضل ان هو يكون خفيف مش تقيل، لان المكرونه هتكمل سواها في قلب صلصه البشاميل دي. خلي بالك المكرونه معانا اهي تتسلق، كل ما طبعا تغلى تلاقي المكرونه اختفت في قلب الحله مش هتبان. اخبار البشاميل ايه؟ زي الفل كده. ونحط عليه شويه جبنه يبقى طعمه لطيف وجميل اهو. على البشاميل بتاع النجريسكو بنحط جبنه، ممكن تكون جبنه رومي، جبنه بارميزان حسب الرغبه. معايا طاسه شديده الحراره على النار، باخد طبعا الطاسه دي وبعمل شويه سجق حلوين كده اللي هي الخلطه بتاعت النجريسكو. ممكن زي ما قلت لحضراتكم ممكن تكون فراخ، ممكن تكون جمبري، ممكن تكون سجق بلدي زي ما انت عايزه. نار، يلا تمام زي الفل. تعال نعمل السجق. معلقتين من الزيت. خلي بالك السجق فيه توابل، فدايما ما تحطيش توابل كتيره في السجق. هاخد فص ثوم حلو كده، شفت انا بحط الثوم ازاي؟ شاوت مطبخ بالعود الروزماري. ومعانا سجق بلدي. الله ايه الحلاوه دي؟ جزار ده صاحبي، العب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اوه ده نقطعه مع بعض سكينه حاميه زي الفل. مهم جدا السجق لازم لما تقطعيه مكعبات لازم تقطعيه بسكينه حاميه. العود الروزماري لما نزل مع الثوم، من انا مش شامم ريحه الثوم خالص، شامم ريحه الايه؟ الروزماري في التحميره. خلي بالك. تقطيع السجق كده عشان تبان شخصيته في قلب المكرونه. شفت الجو ده كده اهو، اخده زي ما هو كده. اللهم صل على النبي. هو ده هو ده زي الفل. ونصيحه مني عشان تدعيلي، ما تقلبوش كتير، خليها على النار كده زي ما هو، عشان لو قلبتيه كتير هيتهري منك. سيبيه زي ما هو كده اهو، ده السجق، علشان تبدا البخار والنار تديك الشكل اللي انت حباه اهو. يلا ونسيبه شويه على النار. معانا فلفل، نخدم شويه على السجق بقى. السجق دايما عامل زي الكبده، حط له شويه فلفل حلوين. انت حابه الموضوع ده اهلا وسهلا. معانا طماطمايه حلوه زي دي كده،
برضو مع السجق اللطيفة بالشكل ده كده. تمام، معانا فلفل رومي لطيف ناخده بنفس الطريقة. اللهم صل على النبي بالشكل ده كده برضو. أنا بحب الخضار دايما مع الباستا، يعني سواء بعمل مكرونة بشاميل سواء بعمل نجرسكو وهكذا. حلو حلو حلو. اه تمام، بصلاية حلوة زي الفل. اللهم صل على النبي. اه ناخد الخضار ده زي ما هو كده بعد التحميرة الحلوة للسجق، نشوف الأخبار ايه ونبص عليه بعد ما غطيناه. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوة دي؟ بص بص على الحلاوة، هو ده السجق. اه برضو مش هقلبه، خلي بالك. هاخد الخضار ده كده، اللهم صل على النبي، وانزل بيها على وش السجق بتاعي. اه وزي ما هو يا عم الشيف، مش هنغطيه، قصدي مش هنقلبه، انا اسف، زي ما هو كده. اه مش عايز اقلبه دلوقتي خالص. اخبار المكرونه ايه؟ اخبارك يا مكرونه؟ هو ده اه، دي المكرونه بتاعتنا اللي هنعملها نجرسكو. اه 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 كانت من شويه لها صوت في الميه. اه 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 واحده واحده زي ما هي كده يا عم الشيف. اه زي ما هي اهي، ركزي معايا بقى. هناخد المكرونه كده تقريبا دلوقتي نص سوا زي ما هي، بسقطها على البشاميل بتاعنا. اه في بشاميل هنا خفيف، اه احطها في البشاميل الخفيف. دي مدرسه المغازل، لازم المكرونه تكمل سواها مع الصلصه بتاعتها عشان تاخد الجنسيه بتاعتها. الواحد لما بيسافر بره ويقعد مثلا في بلد المانيا مثلا ويحكي الماني بيديله الجنسيه. المكرونه حطيناها في الوايت صوص بتاخد طعم الوايت صوص، حطيناها في البيستو صوص بتاخد طعم البيستو صوص، حطيناها في الريد صوص بتاخد طعم الريد صوص، حطيناها في البينك صوص بتاخد طعم البينك صوص، حطيناها في الوايت صوص بتاخد طعم الوايت صوص. زي ما هي كده شغالين. اه اه تمام. تاخد شويه ميه حلوين من دول كده، ابا يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ونسيبها على النار ونشيل المضرب ده من هنا. خلي بالك انا حاطط جبنه. الله على المكرونه. نجرسكو نجرسكو على طريقه المغازي. اه حلو قوي اهو. اروح بقى فين؟ قول لي ولا تخبيش يا زاي. اه الوايت صوص واخد كريمه لباني، واخد حليب، واخد زبده، معلقتين دي، ثلاث معالق دي، دابوا في الزبده. بعد ما دوبناه في الزبده نزلنا بالحليب لغايه لما بقى في قوام عندي، قوام خفيف. ليه يا شيف؟ لان المكرونه بتستوي هنا في الوايت صوص، فنحط في الاعتبار ده لازم دلوقتي ايه هتتقل. اه هو ده، ما انا عايزه تمسك في بعضيها نجرسكو. ما انا معايا هنا بقى، هو ده الكلام، انا عايز حد ينكشني. هو ده، ما ده الصوص ده السائل. هو ده، الله عليك يا شفيق من بدري قول لي كده. اه هناخد دي كده. اه انا بقى عايز حد ينكشني عشان اجاوب، عشان اتكلم في الموضوع، لان في تفاصيل كتير في الاكله بتوديك لنجاح الاكله وابداع الاكله. خلي بالك. اه شيل كل حاجه من هنا بقى. خلص المكرونه زي ما هي كده، ده انا اول مره اكل المكرونه بطعم السجق نجرسكو. لسه شفت حاجه، الصينيه جاهزه عندي. شفتوني قلبت السجق؟ الشاهد على الكلام ده الاساتذه المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري. حطيت طاسه على النار بعود روزماري، حطيت فص ثوم، وقطعت السجق بشكل حلو كده وحطيته وما قلبتوش. نزلت بالخضار زي ما هو مكانه. شفت بقى الانتاج ايه؟ شفت النتيجه ايه؟ زي ما هي بعمل كده. اه هو ده، ده اللي انا عايزه. آه. الله. آه. تلاقي السجق بشخصيته. تخيل بقى انت فرحان انك مقطعه السجق تقعد تقلبي فيه بقى لحمه مفرومه في قلب الطاسه، وبقى ايه معصج اللي هو اللحم المفروم المستوي يعني. آه. كتر التقليب فيه. الصوص ده انا عايزه، خلي بالك. هناخد المكرونه الحلوه الجميله اهي. لسه ما خلصتش. خلي دول عايزه.
حلو قوي. واخد السجق بتاعنا ده كده زي ما هو بالميه بتاعته. هي المكرونه هنا مش مستويه، خلي بالك، انا مش عايزك تتخض يعني تقول الشيف ايه ده المكرونه نيه والبشاميل خفيف. انا عايزك لازم تعرف في تفاصيل هنا كتيره قوي. ليه بقى؟ انا عايز المكرونه تكمل سواها. اقلب كل ده مع بعضه. ده على الطبق ده هتدعي لي. معانا جبنه نجرسكو دايما بياخد جبنه في التقليبه. طبق غني فيه عناصر غذائيه كتير قوي، في جبنه يعني بروتين، في السجق ابو البروتين كله، في مكرونه نشويات وكربوهيدرات، في خضره لطيفه وجميله فيتامين سي. كل ده مع بعض. جبنه سايحه ازاي؟ دي هتخش الفرن دلوقتي، وناخد بقيه المكرونه اللي موجوده عندي. زي ما هي كده. الطبق ده بقى متعه. لما المكرونه بقى تكمل سواها كده في قلب الخليط ده كده. الف انا وشيفا اللي ياكل منها. عرفت ان جريسكو بيتعمل ازاي؟ التفاصيل بتاعته عينيا. ده اعمل لك حاجه حلوه يا ويلي. شفت انت الجو ده كده؟ شفت انت الجو ده كده؟ بيطلع لك حبات السجق من تحت. انا بطلعها بس لو انا بعملها في البيت مش هطلع، مش هعمل الحاجات دي، انا بعملها عشان المخرج بيحب كده. خلي بالك كنت عايزين تشوف ايه فيها. انما لو انا بعملها في البيت انا هحط المكرونه بس انا عارف ايه الموضوع جوه. التفاصيل قاعد باكل عارف ايه الموضوع جوه. خلي بالك. امسحها كده من الاطراف. الله. الله على طبق المكرونه ده كده لما تعمليه بنفس الطريقه. هنحط على وشه دلوقتي جبنه وندخلها الفرن. نعم. برضو مستني السؤال ده من بدري. مخرجنا بيسال بيقول ايه الفرق بقى بين المكرونه البشاميل والطبق المكرونه اللي انت عامله ده؟ هو ده الكلام السؤال اللطيف. مكرونه البشاميل بتتعمل بمكرونه بينا اللي هي المكرونه القلم، والبشاميل اللي هنا بيكون معانا برضو خفيف نفس المدرسة، وبيكون معانا لحم متعصج اللي هو اللحم المفروم احنا عارفين طبعا، بياخد طماطم، بياخد معجون طماطم، بياخد معلقة سكر عشان الحموضة، كل ده احنا عارفينه. وفي الآخر بنحط رقة من المكرونة مخروطة بالبشاميل، ورقة من اللحمة المفرومة، وفي الآخر بنحط رقة من المكرونة مخروطة بالبشاميل وندخلها الفرن. وفي الآخر مما نحط جبنة أو ما نحطش، ولكن تركات المغاز دايما تقول لك حط شويه بشاميل مع بيضه وقلبيهم مع بعض وحطهم على وش المكرونه علشان ما تجلدش وتبقى ناشفه. يا ويلي يا ويلي، اللهم صل على النبي. تاخد شويه كده بهريز. البهريز ده يغذي المكرونه. ما المكرونه مش مستويه يا حاجه، خلي بالك، مش عايزك تتخض. المكرونه هنا تقريبا نص سوا. الشغل ده مش هتلاقيه خالص، خلي بالي، غير لما تعمل اللي انا بعمله ده. شويه بهريز تاني. بهريز ده بقى واخد بقى ايه طعم الفراخ والزبده والزبادي والبهارات، ما اقولكيش. حطها دي تاني هنا. باخد المكرونه الحلوه بتاعتنا دي كده. هو ده المطبخ، انك انت تبقى واقفه فاهمه في المطبخ انت بتعملي ايه. ناخد دي زي ما هي كده. مخرجنا الجميل هو ده، مكانها فين؟ هنا. الله. في أرضية الفرن، لأن المكرونة لازم تغلى هنا. بص على المكرونة، بص حلوة. حلوة أوي. حاضر. المكرونة أطلعها؟ حاضر أهي، حطها هنا. حاضر والله العظيم أقول. البطاطس دي خلصانة. أنا بس بضيع وقت. لأن أطلعها من الزيت أحط عليها صوص الجبن، خلص الكلام. والمكرونة جاهزة في إيدي أهي. اتفرج عليها برضه. لا ما أقولكش. مكانها حلو كده. حبيب والديك حبيبي. ده انا بكلم حد تاني هنا حبيبي. بلاغيه. البطاطس اخبارها؟ لا بص على البطاطس بقى، شوف جمال البطاطس، ما قلبتهاش ولا جيت جنبها، ثقه. خلصت.